السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وعلى أصحابه الطاهرين المؤمنين الذين عملوا بكتاب الله واتبعوا سنة رسول الله فاستحقوا ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الحكيم. أحبتي في الله، وإذا كنا نحن بصدد الحديث عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بنا اليوم لنتعرف أكثر على أدب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الصلاة هي المساجد، والمسجد بيت كل تقي. نعم، المسجد بيت كل تقي. بيوت الله في الأرض إيه هي؟ بيوت الله، جزاكم الله خير، بيوت الله في الأرض إيه هي؟ المساجد، مش كده؟ بيوت الله في الأرض المساجد، وعمارها هم من؟ زوارها. ألم يقل ربنا جل جلاله إنما يعمر مساجد الله من؟ من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء هم عمار المساجد، هم الذين يعمرون بيوت الله جل جلاله. في حديث جميل يرويه لنا الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام افتقد أم محجن. هل تعلمون من هي أم محجن؟ حد عارف هي مين؟ حدش عارف هي مين؟ هذه المرأة الجارية كانت جارية سوداء، كانت بعد أن يذهب المصلون من المسجد، يخرجون من المسجد، كانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد وتطيبه بعد أن يفرغ المصلون من الصلاة. في يوم من الأيام افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحث عنها فلم يجدها، فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت من أيام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، شوف، قائد الأمة، قائد الأمة ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة من رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، يتفقد ويبحث عن جارية كانت تنظف المسجد. شوف، مع كثرة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبهم الدعوة وبكثرة ما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، ويبحث عن هذه الجارية، فلما أخبر أنها ماتت غضب وقال: هلا آذنتموني؟ يعني ما كنتوش أخبرتوني إنها ماتت؟ فقالوا: كنت نائما وكرهنا أن نوقظك، احنا حبناش نؤذيك نزعجك. فقال: دلوني على قبرها صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة وصلى عليها بنفسه ودعا لها صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك النهاردة اصحى معايا النهاردة شوية، صلي على الحبيب. أيوة كده، أنتوا صاحيين كده. تعال شوف القصة البسيطة الصغيرة ده، هي والله فيها دروس كبيرة جدا جدا. وأنا عايز كل واحد فينا، كل أخ، كل أخت، كل طفل، كل شاب، كل واحد فينا يتعلم هذا الدرس، وأنا أولكم والله إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد هذه المرأة ويبحث عنها، يفتقد نظافتها للمسجد،
ويذهب إلى قبرها ويصلي عليه، وهذه بالمناسبة خاصة للنبي فقط، ده فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، فليس لأحد أن يفعل ذلك من بعده. في هذا الحديث، في هذه القصة أيضا دلالة، إشارة إلى مكانة المسجد أول شيء، ومكانة من يقوم على رعاية ونظافة المسجد، ويدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بامرأة جارية سوداء كانت تقوم على نظافة المسجد. هذه المرأة لم تحتقر نفسها ولم تجد عندها ما تقدمه لربها جل جلاله غير أنها كانت تبذل ما في وسعها من نظافة بيت الله، عندهاش أي شيء تقدمه ربنا سبحانه وتعالى، والصحابة وزوجات الصحابة كانوا يتنافسون في هذا المضمار، فهي لم تجد أي شيء، لم تجد عندها غير جهدها تقوم فيه به على نظافة المسجد، فلم تدخر ولم تحتقر نفسها وقالت ليس عندي شيء أقدمه لله، لا، بل وجدت في نفسها القوة والقدرة التي تنظف فيها بيت الله جل جلاله. فهذا إشارة إلى أن كل إنسان عنده شيء يستطيع أن يقدمه لله فليفعل. إنسان من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال يتصدق وينفق، إنسان من الله عليه باللسان الطيب الجميل بالدعوة المباركة يتحرك ويدعو، إنسان من الله سبحانه وتعالى عليه بالحب يحاول أن ينشر الدعوة بين الناس. كل واحد فينا أعطاه الله ملكة نعمة، كل واحد فينا يبحث من داخله أنا أستطيع أن أقدم إيه لدين الله سبحانه وتعالى، إيه اللي أنا أقدر أقدمه، إيه اللي ربنا أدهولي عشان أقدمه لله سبحانه وتعالى. هذه المرأة لم تدخر جهدها في تنظيف بيت الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فيه إشارة في هذه القصة أيضا، إشارة عظيمة جدا على مكانة المسجد. المسجد يا إخواني له مكانة عظيمة جدا في الإسلام، ولو لم تكن للمسجد مكانة عظمى لم يجعل الله سبحانه وتعالى من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل من ورجل قلبه معلق بالمساجد. إنسان قلبه متعلق ببيت الله، والله يا إخواني كلنا نئن من الألم والشكوى والهموم والتعب و و و و و أنا عايز أسأل سؤال، كلنا بنجد الراحة فين؟ ها؟ مش في المسجد؟ مش كده؟ يعني أحيانا إنسان بيهرب من بيته اللي هو عايش فيه وبيأويه مع زوجاته وأولاده ويجي فين؟ المسجد، يشعر بالراحة، يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة، يشعر بالهدوء، يشعر كأن الهموم انزاحت وانشالت من عن كتفه، مش كده؟ ليه؟ لأننا نزلنا ضيوفا على الملك سبحانه وهو القائل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو القائل في كتابه الحكيم في بيوت أذن الله أن ترفع وإيه؟ ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، في هذه البيوت، في هذه المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال في الصباح والمساء، في شروق الشمس ومع غروب الشمس يسبح له فيها بالغدو والآصال من؟ رجال عمم القول رجال، ولكن كانوا رجالا حقا. لماذا؟ لأن هؤلاء الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. خد بالك، اوعى تلهيك أي تجارة أو مال أو أي شيء، اوعى تقول رزق هيضيع، اوعى تقول عملي هيضيع، اوعى تقول فلوسي هتضيع، اوعى تقول تجارتي هتضيع، لا والله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مش ممكن، الله ضمن لك الرزق بس بشرط، عايز الرزق اسعى، ومن السعي أن تحصل رضا من يرزقك، إنك تسعى لرضا الملك سبحانه وتعالى. يعني كيف أنا أعصاه وأخالف أمره وأنا بطلب منه الرزق؟
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيه كمان وإقام الصلاة وإيه كمان وإيتاء الزكاة. طب ليه بيقوموا بالمجهود الكبير ده كله؟ إيه؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خد بالك معايا من ختمة الآية، ليجزيهم الله أي يوم القيامة، والله سيجازيهم أيضا في الدنيا، وإن ابتلاهم الله وضيق عليهم في الدنيا فسيجازيهم خير الجزاء في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله، خد بالك، أحسن ما عملوا ويزيدهم، ده مش كده وبس، ده هيجازيهم من فضله وهيجازيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وشوف ختمة الآية ربنا بيقول إيه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. شفت ختمة الآية دي، خدت بالك منها؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بإيه، آية المساجد بماذا ختمت؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذا هذه البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى، نحن ضيوفا على الرحمن جل جلاله، فمن الأدب مع الله ومن محبتنا لله ومن اتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نوقر بيوت الله، وأننا نعظم مساجد الله، وأننا نوقر شعائر الله، لأنها عظمت في قلوبنا لقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. أنني أعظم هذا البيت، تخيل لو أن هذا البيت، هذا المسجد الذي جمعني بكم الآن، لو لم يكن موجوداً في هذا المكان، يا ترى هل كنا سنجتمع ونجلس هذه الجلسة لنسمع فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا المسجد وكل المساجد لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل الله جل جلاله لمن زار الله في بيته أنه يعد له النزل والمكان والمنزلة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، أي مشى مبكرا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول أيضا: ما من عبد يتوضأ في بيته ثم يذهب ليصلي في بيت من بيوت الله إلا كانت خطواته إحداها تحط خطيئة تمسح عنه خطيئة والأخرى ترفع درجة. شوف حتى الخطوات مع كل حاجة بحساب، كل حاجة بأجر عند الله سبحانه وتعالى، واحدة ترفع خطوة تشيل عنك خطيئة، والخطوة الثانية ترفع عنك ترفعك إيه؟ ترفعك درجة. خد بالك، من غدا إلى المسجد أو راح، بل أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا فضل بناء المساجد، كما قال في حديث جميل جدا ونسمعه كثيرا ومرارا وتكرارا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيت في الجنة. خد بالك بقى في حديث أجمل وأعجب من ده كمان، بيقول إيه؟ من بنى بيتا لله، وانظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى بيتا لله ولو كان كمفحص قطاه. عارفين مفحص القطاه اللي هو إيه؟ بيت العصفور. بيت العصفور ده قد إيه؟ ها؟ بيت العصفور ده قد إيه؟ ما ياخدش حاجة. ولكن خد بالك، هذا التشبيه ليس من باب التقليل، لا 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 والله، فالذي ينطق هو النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وإنما ليبين لنا كيف أن العبد لا يحتقر عملا كائنا ما كان. اوعى أنك تحتقر أي عمل أبدا حتى لو كان يسير، فربما بهذا العمل اليسير يتجاوز الله عن الكثير والكثير والكثير. ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، بيت صغير لا يساوي شيء، ولكن يقابله بيت في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. وما بالك الذي كان أعد هذا الملك جل جلاله. إحنا لما ندخل مساجد مثلا في دول الخليج أو في دول من بلاد المسلمين، ونجد المسجد ما شاء الله عمارة وديكور وفن و
تنظر الله ما شاء الله إيه المسجد ده والذي صنع هذا المسجد من والذي بنى هذا المسجد من والذي زخرف وزين هذا المسجد من بشر 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 مثلي ومثلك بشر إذا كان هذا هو صنع البشر للبشر فما بالكم بصنع رب البشر للبشر ماذا يكون وكيف يكون كيف يكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه المساجد لها آداب لها آداب وأنا عايز أتوقف عند الآداب دي لأن في ناس كتيرة مضيعاها إلا من رحم الله آداب غالية والله العظيم يا إخواني آداب ناس كتيرة افتقدتها ناس كتيرة ضيعتها من هذه الآداب أننا نحافظ على نظافة بيوت الله يا أخي حبيبي في الله لو جاءك ضيف في بيتك وسامحوني لو طولت النهاردة معلش ولكن أنا أتكلم عن بيت الملك سبحانه وتعالى أرجوك سامحوني النهاردة شوي لو جاءك ضيف في بيتك ومع أولاد أو هو وأقام عندك مثلا فترة لو طول الزيارة بتاعته شوية الإنسان بإيه؟ بيتضايق مش كده؟ صح؟ إذا كنت أنت يعني عامل حسابك أنك هتستضيفه وقت معين لو طول بتتضايق لا مش كده طيب لو ترك المكان بتاعه مش نظيف بتكون إيه؟ بتكون متضايق منه أكتر تبقى متضايق منه أكتر مش كده؟ طب ما بالك لو وسخ لك المكان عفوا سامحوني يعني لو ترك المكان مش نظيف وبعدين سبك ومشي هتقول إيه؟ لا 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 أنا ما عادش أستقبله في بيتي تاني راجل بيجي يسيب البيت يعني مش كده؟ أنت هتقول كده ولا لا؟ إحنا بنقول كده في بيوتنا فلان ده لا 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 ما أقدرش أستقبله ليه؟ لا 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 أصله بيجي ما بيخليش المكان نظيف ده بيجي بيقعد مش عاوز يمشي وأنا بعايز أرتاح عايز أنام فما بالك إذا كان الذي يستضيفنا هو الملك جل جلاله بل إنه يدعونا كل يوم 5 مرات لنقف بين يديه في صلوات الجماعات لا حارس ولا سكرتارية ولا غفير ولا يتضايق بل يتنزل علينا برحماته جل جلاله وبسكينته وهو القائل النبي والقائل النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وإيه؟ وحفتهم الملائكة مجلسنا ده تحف الملائكة ده مش كده وبس وذكرهم الله في من إيه؟ في من عنده أنا وأنت يذكرنا الملك جل جلاله في السماوات العلى الآن نعم لأننا الآن نتدارس كتاب الله فيما بيننا ونسمع عن الله ونسمع عن رسول الله ونسمع كلام الله سبحانه وتعالى تمتلئ القلوب شحنة إيمانية تخرج من بعدها تتقوى بها على العمل وعلى التغلب على مصاعب الحياة يبقى لابد أن نحافظ على بيوت الله أن نراعي آداب المسجد من آداب المسجد ألا يرتفع الصوت ألا يرتفع الصوت لما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلان يختصمان في المسجد وارتفع صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى عليهما فقال من أين أنتما؟ أنتوا جايين منين؟ صوتكم مرتفع في مسجد رسول الله بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إننا من الطائف فقال لو كنتما من أهل البلدة أي لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربة ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله في بيت رسول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما مات حتى بعد ما مات شوف من أدب المسجد ألا يرتفع الصوت في المسجد حتى ولو كان هذا الصوت بقراءة القرآن عشان كل واحد في المسجد يناجي رب أحيانا نجد الإنسان الشيخ قاعد بيدي الموعظة أو بيقول الدرس وتلاقي مثلا سامحوني يعني بعض الناس يجلس في المؤخرة هنا وبيتحادث مع أخيه في المسجد والشيخ أو الإمام بيلقي الدرس أو الموعظة ولا يلقي بالا بل سامحوني أرجوكم أنكم تسامحوني يعني إن كنت أتكلم بل والله هذا يحدث وهذا المنظر والله يؤذيني جدا يعني أرى بعض الناس يجلس هكذا الشيخ يبقى قاعد هنا وهو سامحوني يجلس هكذا بالله عليكم هل هذا أدب هل هذا أدب أنني أسمع عن الله وعن كلام رسول الله وإنسان يقول قال الله قال رسول الله وأنا أجلس في المؤخرة وأجلس هكذا وأتحدث إلى أخي وبصوت مرتفع يشوش على الإمام أو على الشيخ اللي بيلقي الموعظة هل هذا من الأدب يا إخواني؟ طب ما الشارع موجود الغرفة موجود أي مكان تاني موجود وفي مساجد كثيرة في بلادنا وفي كل بلاد بنشوف المنظر ده هذا ليس من الأدب والله يا إخواني لنتعلم نحن ضيوف على الملك
ينبغي إذا سمعنا عن الله وعن رسول الله أن نجلس هكذا منصتين مستمعين، وإذا أردنا أن ننصرف فلننصرف بأدب. من آداب المسجد ألا إذا أتى الإنسان متأخرا إلى المسجد ألا يسارع ليخترق الصفوف ليقف في الصف الأول. أنت عاوز تقف في الصف الأول، تعال بدري، تعال بدري، عشان انت عايز المكانة الأولى دي. يعني انت يتساوى الإنسان اللي جاء قبل الصلاة بربع ساعة مثلا ورتب نفسه وهيئ نفسه على الصف الأول، ويجي واحد على إقامة ويجي يقوم داخل من المسجد ويقوم واقف في الصف الأول، الله أكبر، ويبدأ يصلي السنة. هل هذا من الأدب ان احنا نؤخر الصلاة مثلا، او اننا نأتي متأخرين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف كان يقف على المنبر ودخل رجل المسجد واخترق الصفوف، فقال قطع النبي خطبته وقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. اختراق الصفوف، عايز تيجي بدري تعال بدري، عايز الصف الأول، عايز دي مكان الصف الأول، ده مكان عالية، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر الحديث، تعال بدري. طب جيت متأخر، ما تجيش بتجري. إذا سمعتم الإقامة فلا تأتي المسجد وأنت مسرع تجري. وعليكم بالسكينة، فما فاتك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الإنسان فينا لو عنده معاد مع وزير ولا أمير ولا رئيس ولا شيء هيعد له العدة واللقاء، وهيفضل قاعد مهيئ نفسه منتظر المعاد، مش كده؟ فما بالك إذا كنا على موعد 5 مرات كل يوم بمعاد مسبق محدد معروف في النتيجة أننا سنقف في هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى. ألا يستحق منا الله الذي يرزقنا أننا نتهيئ له؟ ألا يستحق منا ذلك؟ أدب المسجد أدب غالي يا شباب، إخواني أخواتي، عايزين نهتم ببيوت الله، ليس في هذا المسجد فقط، في أي بيت. كل واحد فينا يخصص يوم لنفسه، يوم كده يقول أنا النهاردة هعمل الساعة دهية لله، هروح أي مسجد، المسجد ده أو ده أو ده، تعال يا فلان مين اللي قائم على المسجد هنا، أنا عايز أنظف المسجد لله، حتى تكون كأم محجن. يعني إحنا ما حصلناهاش والله يا إخواني، أنا أستحي والله لا أقولها لله سبحانه وتعالى، والله يا إخواني أنا أستحي حينما أرى يعني والدي الشيخ كمال وهو يقوم على المسجد والشباب رايحين جايين ما حدش فيهم يقول له عنك يا شيخ، عنك يا والدي، عنك يا أبي. والله يا إخواني والله ولا أقول من باب الاستعراض أنني أستحي وأخجل منه لما حينما آتي لألقي الدرس وهو بنفسه يقوم ليحضر لي الكرسي، والله أنا أستحي منه، والله أستحي منه، هو بنفسه هو الذي يقوم على ذلك. ليجب أن ننتبه إلى هذا البيت الذي يجمعنا على طاعة الله وعلى محبة الله، أننا نتخلق بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أطفالنا إذا أتينا بهم إلى المسجد أهلا ومرحبا بهم في المسجد، ولكن بشرط أن نعلمهم أدب المسجد، أن نعلمهم أدب المسجد، حتى يتربوا الأولاد على حب المسجد، على الارتباط بالمسجد، على مراعاة آداب المسجد، على ألا يؤذوا المصلين، على ألا ترتفع أصواتهم، على ألا يلقون أي شيء في إيدهم في المسجد. نتعلم، نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وسامحوني أستأذنكم يعني أن أقدم هدية لهذا الشيخ، للشيخ كمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن الخاتمة، بأن ندعو جميعا له، لأنه يبذل كل ما عنده، ليس عنده أي شيء يقدمه سوى أنه يخدم في هذا البيت لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، ولا يدخر جهودا. إحنا بنصلي هنا وأنا بشوفه في المسجد والله رايح، والله هو لا يعلم أنني سأتكلم عنه اليوم، والله هو لا يعلم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فأدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وارحم كل من يقوم على مسجدك يا رب العالمين، اللهم اختم له بالخير، اللهم اختم له بالخير، اللهم اختم له بالخير، اللهم كما كان يخدم في بيتك يا رب العالمين فاجعل خاتمته في بيتك الحرام يا رب العالمين، اجعل خير أعماله وخواتيمه يا رب العالمين، اجعل خير يومه يوم أن يلقاك يا رب العالمين، اللهم ثبته يا أرحم الراحمين، اغفر له يا رب العالمين، ارفع درجته في الجنة يا أكرم الأكرمين، اللهم أعنه وأعنا على نظافة بيوتك وعلى خدمة بيوتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نخدم في بيوتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خداما لك في بيوتك يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا سيئاتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر ذنوب كل من يقوم على خدمة بيتك يا رب العالمين، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآسف على الإطالة.